نطير إلى شأن بيئي آخر. إذا أقيمت ورشة تدريبية لمشروع رصد المكونات، مكونات التنوع البيولوجي في دولة الكويت، تحت عنوان الطرق العلمية في رصد وتوثيق التنوع الأحيائي وزيارات الحقلية. طبعا راح نشوف معكم المزيد في هذا التغيير ونعود. التنوع الأحيائي هو الذي يدعم الحياة على كوكب الأرض، ولتوفير أسس البحث العلمي للتنوع أقيمت دورة تدريبية بعنوان الطرق العلمية في رصد وتوثيق التنوع الأحيائي والزيارات الحقلية. نقوم بورشة تدريبية لموظفي الهيئة والناشطين البيئيين في هذا المجال، نستطيع من خلاله جرد ورصد الأنواع الأحياء البرية الموجودة عندنا في دولة الكويت للوصول إلى قاعدة بيانات كاملة نستطيع من خلالها إن شاء الله الخروج بأفضل التوصيات أو القرارات المنظمة في وقت لاحق. يجب أن يكون لدينا خط بيانات واضح، ومن خلاله نستطيع الانتقال إلى المرحلة القادمة بإذن الله من الحفاظ على البيئة في دولة الكويت. حرصت الهيئة العامة للبيئة من خلال هذه الورشة التعاون وتبادل الخبرات، خاصة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لما له من خبرة في رصد وتوثيق التنوع الأحيائي في دولة الكويت. الطرق الحديثة اللي نستعملها طبعا في توثيق المعلومات وتحليلها. تحليل المعلومات يساعد في فهم الوضع الراهن للطبيعة، مكوناتها البيئية من أحياء في البيئة البحرية والبيئة البرية، وبالإضافة إلى تطوير برامج وطنية ومنظومة وطنية لحماية هذا التنوع الأحيائي. تتمحور مشاريع التنمية في دولة الكويت في بعض المناطق على امتداد الشريط الساحلي، وتشمل الحفر العميق في بعض المناطق، إلى أنها تسعى جاهدة إلى الحفاظ على النظم البيئية وما تحويه من تنوع أحيائي. دولة الكويت من الدول الخليجية السباقة في هذا الموضوع، حيث أنه حصل في السابق مجموعة من الدراسات عندنا الهيئة العامة للبيئة وكسر اللي هو معهد الكويت للأبحاث العلمية، أكبر شاهد على أنه في اهتمام من الحكومة الكويتية في موضوع اللي هو التنوع الحيوي. هذه الدورة تعد من الدورات المهمة في تعزيز المشاريع والبرامج الأساسية المتعلقة بالتنوع الحيوي من خلال التخطيط التشاركي وبناء القدرات. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.